الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إذا كانت لما دخلت عمرتها طاهرا ثم ما تدري متى نزلت عليها الدورة، هل بعد العمرة، بعد الطواف، في أثناء السعي، فعمرتها صحيحة. أما إذا كانت أصلا عليها الحيض وذهبت العمرة، فهنا يجب عليها أن تعيد عمرتها لأنها لم تطهر، حيث إنها وجدت الدم بعد فراغها من العمرة. لكن يظهر لي أن حالها هي الحالة الأولى، أنها أحرمت طاهرا وكانت تتوقع الدورة، فلما فرغت من عمرتها وجدت الدم ولا تدري متى جاءها الدم، هل أثناء أو بعد. ففي هذه الحال عمرتها صحيحة ولا يلزمها شيء.